ايه منا فينا يا وخي والله منا فينا. اهلا وسهلا بكم وصحة شريبتكم. الاعلامي الطيب وزيد هو اللي وقع اليوم في فخ كاميرا منا فينا. الطيب اوهموه انه على مباشر الحوار الثانية والتصوير انطلق. تصير عدة اخطاء تقنية ومواقف غريبة، الشيء اللي خلى الضيوف تنسحب مما سبب له احراج، وبضمير يحب يحاول ينقذ الحصة. نشوفوا اش عمل. نمرر هذه الصور عن زيارة الغريبة السنوية التي شهدت يعني توافد عدد أكبر من اليهود إلى الغريبة للقيام بالحج أو زيارة الغريبة هذه السنة. إذن يبدو مشاهدين أنه صور غير جاهزة. أنطلق في الموضوع الرئيسي مع ضيوفي الاتحاد العام التونسي للشغل سي عبيد، متهم في الفترة الأخيرة بالقيام بدور سياسي وتجاوز العمل النقابي. أولا شكرا على الاستضافة. ثانيا وجودي أنا معكم مش نمثل الاتحاد العام التونسي للشغل. لا طبعاً أنا سألتك بطبيعتك يعني قيادي سابق في الاتحاد العام التونسي للشغل. أنا مستوعب صح طبيعة السؤال، مستوعب. فما بعد ذلك نعلم المشاهدين لأنه المسألة صارت في المباشر مغادرة زيد الهاني، لم أفهم السبب، إذا زملائي تقولوا لي ماذا حدث بالضبط. سي مصطفى في هذا الإطار يعني أنتم كنت تنتمي إلى حزب في الحكم هو نداء تونس، يعني السلطات الرسمية غالبا ما تتهم الاتحاد العام التونسي للشغل بتجاوز دوره النقابي. ما ذوقش بيه دنيا تفات الأمور مش بتلبي. إذن خطأ تقني أيضا آخر للأسف، معناتها نحن في المباشر لا أدري على قليل نوصل صوتنا للمشاهدين. سي مصطفى تكمل تواصل فكرة، سألتك سؤال قلت لك أنه الاتحاد العام التونسي للشغل يعني فما بعض الاتهامات أنه يمارس في دور سياسي أكبر من دور النقاب. ما نعرفش أنا في الظروف هذه نجم واحد يوصل فكرة. على قليل قلت لك احنا في ظروف المباشر، هذا يحدث في كل القنوات. الصورة قاعدة توصل يعني سي مصطفى يوصل الصوت على قليل ما يسالش أو زملائي يقولوا لي تفضل. سي مصطفى ماذا حدث يا شنو هالليلة هذه؟ سي مصطفى شنو هي؟ شوف شنو هي الحكاية؟ شنو حلت في الكرسي شنو هي؟ سي مصطفى يبدو مروا لي العنصر. زملاء من فضلكم عذرا المشاهدين الكرام على هذه اللخبطة، نمرر العنصر المسجل الأول عن النقابات ثم نعود. إذا كان زملائي يقولوا لي أنه العنصر المسجل سي مصطفى تفضل بالجلوس. سي مصطفى والله لم أفهم ماذا حدث بالضبط. تنسى عبد نمشي معاك حتى أنا يا أخوان في الحكاية هذي على شنو الاحتجاج؟ نمشي معاك يا مصطفى. سعبيد ماذا حدث بالضبط؟ ما عارف أنا إيش بيك؟ شنو هذا طيب؟ ما يمشيش لي، ما عادش يمشي الميكرو. والله يعتذر السادة المشاهدين، والله يعتذر بشدة، لم أفهم ماذا حدث بالضبط. سي عبيد شنو وصلوا الحصة بضيف واحد؟ طيب لا عبيد يقوم.
انا بيدي قمت انا بيدي اثر اثر مشاهدينا الكرام اثر سي عبيد مرحبا بك تفضل ناخذ ونكملوا حتى بضيف واحد لانه مش معقولك مش معقول مش 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 زملاء من فضلكم زملاء اذا تسمعوني نضطر اذا كان يغادروا لكل الضيوف انه ننهيوا الحصة على امل انه نفهم من بعد واكيد في 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 اطار علاقة الثقة بيننا وبين المشاهدين انه نعلموكم اسباب خروج الضيوف لانه غريبة حقيقة غريبة في ليلة الغريب لكن بصراحة لم افهم خروج المفاجأ لثلاثة ضيوف بقى سيد العبيد سي عبيد البريكي زملاء يقولوا لي شنو يعني شنو التطورات هل هناك عنصر مسجل جاهز على القليلة حتى سي عبيد سي عبيد ثم قل شو ضربك الكاميرا كشيش سيزيد خارج اقول هذيك التعليمات هذيك التعليمات تعرف اخي بحاجه انك تبدا تلقى روحك في اللونتين ما تتلقاش تقول